معظم معاناة الناس هي في الشعور بالضآلة. السوشيال ميديا تصور أن الحياة ملأة بالتضخيم. لما تخطب فتاة مثلا ثم تعرض سيناريو الخطبة، كيف بلغها وكيف جاب لها الهدية وكيف لما خرجت لقت الفرش الأحمر وكيف الليموزين الطويل قدام وشاله وراحوا على اليخت ثم تخطب هي، ويجون هو يهله ويمشون، هي تشعر بس كذا، بس أنا قدري بهذه الطريقة، هل هذه قيمتي؟ طيب من قال لك إن هذيك صح؟ طيب يجون ناس للاستشارات الأسرية مثلا، زوج وزوجته، إيش فيكم؟ ما في شيء. صديق وصديق، ما إذا أراد أحد أن يصلح بينهما يقول إيش اللي صار؟ يقول ما صار شيء. إيش بينكم؟ ما أدري والله، دقت عليه ما رد، ما دق عليه ما رديت، أتصلت عليه وكان مشغول، ومرة كلمني ببرود. هذه المشاكل النابعة من جوع الاهتمام تولد الكثير من الأسى داخل مشاعر الناس تجاه بعضهم البعض، راح أتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا بعد ذلك بإذن الله تعالى. على مستوى المساندة مثلا، هناك من يساند ويطلب المساندة، أساندك وأطلب المساندة، هناك من يساند ولا يطلب المساندة، وهذا إنسان مزعج. هناك الذي يطلب المساندة ولا يساند، وهناك الذي لا يساند ولا يطلب المساندة. أيهما أفضل؟ بحسب العلاقة نختار درجة المساندة. التضحية، سرعة الاستجابة، سرعة استجابتي لاتصال والدي لم تكن بالضرورة أو لا يجب أن تكون مثل سرعة اتصال صديق لي أو زميل أو رقم لا أعرفه. المفترض هذا يختلف باختلاف طبيعة العلاقة. أيضا التضحية، ليس كل أحد يستحق أن نذبح له قرابين التضحية، وإن من الأخطاء أن يعيش الإنسان وهو يرفع شعار أنا السيد، نعم أنا المنقذ، أنا البطل، أنا الحبوب، أنا الطيب، أنا المتواضع. وفرق بين التواضع والضعة، فرق أن, 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 أن تبذل وأن تذبل، فرق أن تبذل وأن تبتذل نفسك. ثمة أناس يا جماعة لا يستطيعون أن يعيشوا في الحياة إلا طفيليين، يصعدون على ظهرك طالما أنك منحني بكلمة نعم، لا تقول لهم لا، هم على ظهرك. فإذا جاء يوم وبدأت تنتبه وتعي وتنضج وتبدأ تقول لا وتعرف حقك وتعرف وتستطيع أن تقول توقفوا، أسكتوا، حدك لا تتجاوزه، واستقام ظهرك، سيقعون. لأن أمثال هؤلاء إذا انقطع الإمداد انقطع الوداد. طالما أنت لا تستجيب لهم، لا تطاوعهم، لا تعطيهم، لا تضحي من أجلهم، هم سيتركونك. ولذلك العلاقات اللي من هذا النوع هي علاقات مثل الوردة الصناعية، شكلها جميل لا رائحة لها، تدوم، نعم تدوم، وردة صناعية ما تخرب. طالما أنك تعطيه، طالما أنك أنت اللي تضحي، لن يتغير عليك، لأنك أنت بالنسبة له مصدر استفادة. فعلى مستوى التضحية يجب أن نعرف أنا أضحي لمن، لماذا؟ لأن من القواعد المهمة جدا جدا، إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فأنت تسعى لأهداف غيرك. إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فإنك تسعى لأهداف غيرك. إذا لم يكن لديك هدف في علاقتك في أسرتك، ما في هدف، فأنت تسعى لتحقيق أهداف الآخرين في علاقاتهم. أنت قاعد تبذل جهدك ووقتك وحياتك وتفكيرك ومالك في المكان، مكان الخطأ. إذا على مستوى التضحية، مستوى الطاعة، مستوى الإرضاء، على مستوى الوقت المبذول، طبعا على مستوى الإرضاء، يعني إحنا نعيش في حياة يمكن أن نسميها الإنسان المثبت. إيش معنى الإنسان المثبت؟ أصبحنا نعيش ونحن نريد في كل لحظة أن نثبت للآخرين. أنا ألبس ماركة عشان أثبت لك، أنا أرمي لي كلمتين إنجليزي عشان أثبت لك،
أنا أغير من شكلي، أزرع شعري، أنفخ، ألون، أصبغ، أسوي علشان أثبت لك. أحيانا أخذ الدكتوراه علشان أثبت لهم منهم ما أدري. فأصبح الإنسان يريد أن يثبت، يتوظف جديدا فتصبح حياته في العمل يريد أن يثبت لزميله ولمديره ولمدير مديره وللوزير الذي لا يعرفه، ويصبح هو يعيش هذه الحالة من حالة الإثبات التي لا يستطيع أن يحصل عليها أبدا. لأن حالة الإثبات هي مثل الإنسان اللي يكون شخصية من الشخصية المثبتة اللي تحاول أنها تكون مثبتة، هي مثل تمثال الشمع، مجرد ما تأتيها شمس الحقائق تموع وتذوب، مجرد ما لا يهتم به أحد فإن أي نظرة ازدراء يمكن لها أن تكسره. إذن حالة الإرضاء لا يستحقها كل أحد، الوقت المبذول لا يستحقه كل أحد، لأنه مورد. إذا أنت صرفته لمن لا يستحق سيكون على حساب من يستحق. هذا المورد كيف أنت توازن به على مستوى الاهتمامات، مثلا على مستوى الاهتمام كيف أنك تهتم بالآخرين. هذا الاستنزاف من المشاعر يجعل الإنسان الطيب الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، لأن اللي كويس في البيت بيت أهله إذا خارج بالضرورة يكون كويس، لكن اللي كويس برا ليس بالضرورة أن إنسان راقي داخل بيته. ليش؟ لأنه نزف في الخارج وأراد أن يرتاح في الداخل، لأنه بذل وأعطى في الخارج فأراد أن يأخذ في الداخل، لأنه أزاح في الخارج وأراد أن يزيح في الداخل. ولذلك تجد أن بعض الناس اللي شخصياتهم لطيفة ورائعة وحبوبة وكريمة وطيبة في الخارج يكون إنسان تكثر شكوى زوجته أو زوجها منها وأبناؤها وأبناؤه منه، لأن كل هذه المشاعر تم صرفها على من لا يستحق أو على من يستحق لكن في رتبة أقل من رتبة أبنائه. والله يا جماعة الإنسان يذهب أحيانا لبوفيه أو كافي أو أي مكان لمجرد أن هذا الكافي يعرفه، بس يعرف وزنية سكره، أن أول ما يشوف يقول هلا أبو بدر ويعطيه وزنية سكر، بس وزنية سكره. يعرف أنه إذا طلبت أنا شاهي نحط لي مع نعناع، يعرف أني أبغى السكر برا. هذا الشعور بالاهتمام يجعلني أذهب إلى المكان الأبعد من أجل هذه اللحظة من الاهتمام، وأبذل مال أكثر من أجل هذه اللحظة من الاهتمام، ويجعلني أروح وأبذل جهد أكثر في الزحمة علشان هذه اللحظة من الاهتمام. فكيف بمن يعيش مع إنسان يعطيه الاهتمام العمر كله؟ هناك أناس فعلا القرب منهم هو فردوس أرضي، سره في الحياة أنه يشعرك بالأهمية، بس سره في الحياة أن يشعرك في الأهمية. طيب كيف تشعر الناس بالأهمية؟ الخلطة بسيطة في وصفها، صعبة في تطبيقها. تقول الوصفة: إذا أردت أن تأسر القلوب فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به، نقطة. إذا أردت أن تأسر قلبا فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به. أنت من تهتم به؟ بأبيك، بأمك، بأبنائك، بأصدقائك، هم ماذا يهتمون به؟ اهتم بهذا الاهتمام. مجرد اهتمامك بهذا الاهتمام يجعلهم يتمنون لقياك. يا أبا عمير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطفل أخو أنس رضي الله عنهما، ولد صغير عند طير ومات، مات الطير عند الصغير، لعبة عند الصغير تموت، معناها الحياة أظلمت في 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 عينيه، فمات هذا الطير. فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير الطير، وصار على طيرك، فيبدأ يفضفض له: الطير صار له كذا وصار له كذا وصار له كذا. طيب شوف هذا الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، إشعار بالأهمية. يا أبا عمير، ما قال يا ولد أورع ياه، لا، يا أبا عمير، إشعار بالأهمية وحديث عن الاهتمامات. يا أبا عمير ما فعل النغير. في واحدة صحفية أمريكية اسمها دورثي ديكسي عملت مقابلة مع شخص مسجون في أمريكا تهمته أنه تزوج 133 امرأة أو 134 امرأة، فقالت له: أنت كيف استطعت أن تخدع 133 أو 134 امرأة؟ قال: ستوب، سؤالك غلط. قالت: كيف أسأل؟ قال: سأليني كيف استطعت
أن تقنع 133 امرأة بالزواج. فقالت له: كيف استطعت أن تقنع 133 امرأة بالزواج؟ قال: كنت إذا التقيت بها أحدثها عن نفسي ولا نفسها؟ عن نفسها، أحدثها عن نفسها. يخطئ كثير من الناس في إنشاء العلاقة في أن يستعرض عضلاته ويبدأ يتحدث عن نفسه وعن منجزاته حتى ينال الإعجاب. ومن يحصد الإعجاب، من يزرع الإعجاب لا يحصد الحب. ترى قد يعجب الإنسان بمن يكره، قد يعجب الإنسان بعدوه. قد تأتي امرأة في مع صديقتها لشلة جديدة، هي تريد أن تعرفهم على شلة جديدة، هي تريد أن تكون علاقة مع هذه الشلة، لكن وعيها في فهم العلاقات خاطئ. أرادت أن تدخل مع بوابة الإعجاب، فلبست أحسن ملابسها وأحسن شنطة وأحسن مار وأحسن ساعة وأحسن قصة وأحسن مدري إيش وأحسن، فأصبحت الأحسنات. فذهبت إلى الشلة ودخلت إلى الشلة، فأصبحت مشاعر الفتيات داخل الشلة تجاه أنفسهن بالنقصان، والناس يكرهون لا ما ينقصك، يكرهون ما ينقصهم. فأعجبوا بها وكرهوها، الله ياخذها شعرها حلو. هذا المشاعر الذي يريد أن يكون علاقات من خلال الإعجاب لن يستطيع أن يكون علاقة. العلاقة مبناها الأول، بذرتها الأولى التي تسقيها الحب، والحب له فلسفة إن كان في وقت تكلمنا عنه إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب تأذن لي سيد بس يعني من باب بس أول شيء التشغيب عليك، سامحني. أبشر. الله يجزيك خير. الآن كثير من المعاني اللي ذكرتها قبل قليل في حقوق العلاقة أو هذه الأدوات اللي ذكرتها من قضية الإرضاء والمبادرة ونحو ذلك، في جزء كبير منها مصطلحات شرعية كالإيثار وتقديم الناس على النفس وإلى آخره. نعم. كيف أوازن بين المفهوم الشرعي اللي الشريعة أصلا تدعو له، وفي نفس الوقت ما أقع في السوء اللي أنت ذكرته من استغلال بعض الناس حق هذا النوع من المبادرات وهذا النوع من العطاء؟ لا ضرر ولا إضرار. الإثار لا، لأن بعض الناس بس سامحني استاذنا، بعض الناس اللي يسمع الآن قد يغل، يعني مو بكل الناس عنده قدرة على التمييز ما بين الأمرين. يعني ممكن يقول لك يا أخي خلاص بلاش، كل علاقة تؤدي بي إلى الذبول فمع السلامة وأنا أعيش بنفسي، وهذا خطاب موجود وسائد. نعم. شلون أوازن ما بين الغاية الشرعية من التشجيع على هالنوع من الأخلاق وفي نفس الوقت أني ما أصل إلى السوء فيها؟ ممتاز، الله شكرا على استدراك. عمر رضي الله عنه يقول: اعتزل ما يؤذيك. فاستبدل الإنسان المعاصر الماء إلى من؟ استبدل ماء إلى من؟ أصبحت اعتزل من يؤذيك. طيب إذا أنا اعتزلت من يؤذيني من العلاقات العامة من الناس، هذا الاعتزال عن من يؤذيني يرهف جلدي للصبر على العلاقات الحقيقية التي ربما أن تؤذيني. طلبات والدي، طلبات والدتي. البر ليس مفروشا بالورود يا جماعة. حسن الخلق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. أتدرون من أقربكم مني منزلا؟ فيسكت الصحابة، أكيد أبو بكر وعمر، فإحنا مين عند أبو بكر وعمر؟ فيسكت الصحابة فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ فيسكت، فيردها ثالثة فلم يتكلم، فقال: أحاسنكم أخلاقا. هذا حسن الخلق العظيم في الشريعة وفي الميزان، يحتاج إلى هذا النوع من الصبر على الآخرين. نجي مثلا مفهوم الإيثار. الإيثار لا يصح إلا بستة شروط، لا يصح، وإلا هو ليس هو منقصة وذمة في حق الإنسان، فليس على إطلاقه. الإيثار الكرم ليس على إطلاقه، بذل الوقت ليس على إطلاقه، الصفح ليس على إطلاقه. الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أما من يعفو ولم يصلح فليس أجره على الله. عندما تعفو، والعفو لاحظ أنه قيمة عالية جدا لكنها مقيدة بالإصلاح. عندما تعفو عن ظالم ظلمك أو أخطأ، أو مطعم قصر في خدمته، أو موظف أهمل، إذا عفيت عنه فأنت تزرع فيه شجرة أخرى تظل الناس بالإهمال مرة أخرى. لكني أعفو وأصلح، بمعنى أني يعني أخبره عن خطأه، أقلل عقوبته،
يعني أجعله يتذوق مرارة هذا الخطأ حتى أحصل على العفو مع إصلاحي حتى لا يكرر مرة أخرى. فالقيم لا بد أن تهذب، القيم يا كرام تزرع ثم تهذب، تزرع في الأطفال بإطلاقها، فإذا كبرنا نهذبها. بمعنى نجي للصدق مثلا، نجي للطفل نقول الصدق، خلك صادق خلك صادق خلك صادق خلك صادق. الصدق ليس دائما صح، فإن نقل الأسرار صدق، والنميمة صدق، والغيبة إذا كانت في حق هي صدق، وإن لم تكن في حق فهي بهتان. إذن أنا أخبر الطفل بالمبدأ ابتداء أنه الصدق، فإذا كبرت شجرة الصدق بدأنا نهذب أغصانها. وكذلك في مسألة القيم، ومتى أقول لا ومتى أقول نعم ومتى أضحي ومتى أرضي الناس، متى أستجيب متى أبذل، هذه قيم عامة ممتازة على إطلاقها، فإذا بدأت تنمو في شخصيتنا فهي تحتاج إلى نوع من التهذيب. النوع الأخير من العلاقات هو العلاقات السطحية والعلاقات العميقة. واسمعني بقلبك، هل علاقتك مع أمك علاقة سطحية ولا عميقة؟ هل علاقتك مع أبوك علاقة سطحية ولا عميقة؟ هل علاقتك مع أخوانك علاقة سطحية ولا عميقة؟ هل علاقتك مع أصدقائك علاقة سطحية ولا عميقة؟ كل من لقيت إذا ذكرت له هل علاقتك مع أمك علاقة عميقة ولا سطحية، كل من لقيت يقول علاقتي مع أمي عميقة وعلاقتي مع أبوي عميقة. طيب، لا نستطيع أن نقول أنها عميقة أو سطحية إلا من خلال تعريف العميق وتعريف السطحي. تعريف العلاقات السطحية، وكل إنسان أدرى بعلاقته الآن، تعريف العلاقات السطحية هي كل علاقة قائمة على جمع المعلومات والحقائق، هذه علاقة سطحية. إذا علاقتك مع أبوك من جاكم وش أخباركم، أكلت الدواء، من سير عليك، وش علومك، عساك بخير، هذه علاقة سطحية. إذا علاقتك مع أبنائك أكلتوا شربتوا نمتوا لبستوا درستوا وين الشاحن، هذه علاقة سطحية، لأن قائمة على الحقائق وجمع المعلومات والأسئلة والاستجواب واللوم، هذه علاقة سطحية. ثم نستغرب ليش إذا ركبت معي أمي ورحت مشوار ساعة ونص ساكتين، ما في أي عامل مشترك بيني وبين أمي نسولف، أركب مع أبوي وأنا متوتر، لماذا لا أستطيع أن أمسك يد والدي وأنا أمشي على الكورنيش؟ فإذا يد أخوي، إذا مسكت يد أخوي، أخوك أخوي أخت وأخته أخ وأخوه، يمسكون يدين بعض، يقول واحد مرة جربت، يقول الله لا يعافيك، يقول لي جربت ورحت، يقول الله العظيم أني ما شفت البحر، شادة يدي، فكرتي متى يفك وفك، يلتقط مؤشرات الرفض عشان يتغداه قبل لا يتعشاه، يقول بتغداه قبل يتعشاني، يقول من يوم ما اشوف اصابع تتحرك افك. هذه الجلود الجائعه، هذه المشاعر تعبر عن ان علاقاتنا علاقات سطحيه. سالوا ذلك الرجل اعرابي، قالوا من اقرب لك، من تحب، من اقرب، اخوك ام صديقك، ايهم اقرب؟ فقال اخي إذا كان صديقي، أخي إذا كان صديقي. اسأل أي واحد، كثير من الناس تقول تبغى تسافر مع أبوك ولا مع صديقك، يقول مع صديقي. طيب أنت تحب أكثر أبوك ولا صديقك؟ لا أبوي. طيب ليش ما تسافر معه؟ قال ما ارتاح معه. ما ترتاح مع أبوك؟ لا ما ارتاح معه. ما ارتاح مع أمي، ما ارتاح، أختي ما ارتاح معها، أخوي ما ارتاح معه. أنت مين؟ هم مين؟ إيش المشكلة؟ المشكلة أنها علاقات انبنت بطريقة خاطئة. احنا نشوف بعض التصرفات ولا نتعاطى معها، مثل اللي يرفع السجاد ويدخل الوسخ جلكم الله ثم يعيد يقول الغرفة نظيفة، الغرفة ما هي بنظيفة. المشاكل هنا اختبأت وليست اختفت، وهذا الإشكال في كثير من العلاقات أنها علاقات سطحية لا نستطيع من خلالها أن نبني علاقات حقيقية مع الآخرين، لا نستطيع أن نفضل، لا نستطيع أن نستشير، لا نتحمل اللوم، لا نتحمل وجهات النظر، ما نأخذ عفويتنا معهم، ما نرتاح، لا نخبرهم بأحلامنا ولا طموحاتنا فضلا عن مشاكلنا، لأنها علاقات سطحية. العلاقات علاقات سطحية. طيب كيف تكون العلاقة عميقة؟ أولا كيف أعمق علاقتي بوالدي بوالدتي بأخوتي بزوجتي بأبنائي؟ العلاقات السطحية
هي مبنية على الحقائق. يعني أنا جالس جنب واحد في معرض الكتاب أتكلم، لأن العلاقة سطحية، لن أتكلم إلا عن الحقائق، وهي الجو، المكان، المعرض، الشكل، اللون، الرائحة، مما نتفق فيه أنا وهو في سياق واحد. هذه علاقات على مستوى الحقائق. طيب أبغى أعمق شوي، أدخل على مستوى الآراء. إذا بغيت أعمق علاقتي مع أبو محمد أقول له إيش رأيك المعرض هذا أفضل ولا اللي راح، يبدأ يعطيني رأيه. إذا أنا تفاعلت مع رأيه تأييدا تعمقت العلاقة، إذا رفضت رأيه ارتفعت العلاقة المستوى السطحي. إذن أول مراحل تعميق العلاقة مع والدي أني أبدأ أسأل عن رأيه. جماعة ما فيه شيء مثل يصطاد قلوب الناس مثل الاستشارة، مثل الاستشارة. لما تبدأ تستشيره، ترى الاستشارة معناها أثق بك، أحبك، أنت قريب، أنت مصدر أمان، أنت حكيم. هي ليست عبارة عارضة هكذا، هي مسؤولية. فلما تستشير أحد أنت تعمق العلاقة معه. لذلك أحيانا تأتي إلى مديرك وتطلب منه الشيء فيرفض. تستطيع أن تنهي العلاقة السطحية بهذه الطريقة، لكن تستطيع أن تقول له طيب معلش اترك النظام الآن، أباخذ رأيك، إيش رأيك شو أسوي في مثل حالتي؟ أعدك أن يغير جلسته، أعدك أن يغير خطابه معك، أعدك أن يكنيك بكنيتك، لأن الألقاب تعمل حاجز رسمي بينك وبينه. ما الذي حدث؟ هو سر الاستشارة. جرب أن تستشير والدك، تستشير والدتك. ليس بالضرورة تأخذ بالرأي إذا لم يناسبك، لكن هذا النوع من الاستشارة يضفي على حياتكما نوع من التشارك، من التشارك. يا كرام يا كرام، الغموض مزرعة الشيطان، الغموض في العلاقات مزرعة الشيطان. ما أدري وينك فيه، ولا أنت وينك فيه، ولا من تكلم ولا من أكلم، ولا وش ظروفك المالية، ولا وش ما أدري، ما صارت علاقة، ما صارت علاقة. إذن على مستوى الآراء أعمق علاقتي معك، على مستوى الآراء أعمقها أكثر، على مستوى الاهتمامات لما أبدأ أهتم باهتماماتك. طيب ممكن تقول ولدي اهتماماتك كورة، أنا مالي في اهتمامات الكورة. لا بأس، أدخل فيها متسائلا وليس معرفا. يعني مو بلازم أنت تروح تتابع الدوري علشان، لا، أدخل أسأله وتفاعل معك مع وجهة نظرة داخل هذا الاهتمام. أدخل في اهتمامات والدك، في اهتمامات والدتك، وفر أدوات من اهتماماتهما. يعني هي تحب مدري إيش، جيب لها أداة لتصلح هذا الاهتمام. إذن الدخول في الاهتمامات يعمق العلاقة ويجعلها من سطحية لعميقة. أيضا الحديث على مستوى المشاكل والطموح، المشاكل والطموح يعمق العلاقة. يا كرام، أجمل علاقة في القرآن، تفيض بالحب كذا، تفيض بالحب، هي علاقة يوسف ويعقوب عليهما السلام. ترى بدأت برؤية الولد يسولف لأبوه، شوف متانة العلاقة، عن أحلامه. قام من النوم يبا ترى أنا شفت حلم. متى قال لك ولدك أنه شاف حلم، ولا عنده هدف، ولا عنده طموح، ولا أحد مؤذيه في المدرسة، ولا أحد مضيق صدره في السوشيال ميديا، ولا أحد، متى؟ إذا كان من زمان فراجع، هل ما زال قلبك ينبض تجاه ابنك أو لا، تجاه هذه العلاقة أو لا. العلاقة الثانية الجميلة كانت بين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، أيضا على مستوى الرؤى، بس المرة هذه من الأب إلى ابني. هذه العلاقات مبنية على أدنى مراحل التواصل، أن الواحد سولف لك عن اللي في خاطره، لا حواجز، لا فلاتر، لا خوف، لا ترقب، لا فلترة، يمكن يحسبها علي، يمكن أقول لي يا بعدين. هي علاقة مريحة جدا مبنية على الفضفضة في المشاكل والمشاركة في الطموح. أعمق من ذلك هي العلاقة بالمشاعر والتفاعل، المشاعر والتفاعل. أيا كانت مشاعرك أنا سأتفاعل معها. يجي الولد يصيح، إحنا عندنا الكبار ولو عمم عندنا إشكال في مسألة التعامل مع المشاعر، عندنا حرب في الشعور هذا. الولد يجي يقول يعورني، نقول لا ما يعورك، يعورني لا ما يعورك. ليش؟
لأن أخوك ما عوره يوم إحنا وديناه وسوى الإبرة، ما عوره، ليش يعورك أنت؟ طيب يعورني؟ لا ما يعورك. طيب آمنا بالله يعورك أحسن، إحنا قايلين لك 1 2 3 4. هذا النوع من تهميش المشاعر لا يصنع علاقة، لا يصنع علاقة أبدا. يبدأ الطفل ينشأ عنده فكرة أن البوح بمشاعره منقصة. تجد ذلك الطفل الذي إذا دخل حديقة يلعب ويركض ويبدي مشاعره، وإحنا نقول له لا تفشلنا، كنكم ما قد شفتوا شيء، لا تسوي نفسك، اركض، لأن إحنا نظن أن المشاعر عيب. يا رسول الله أني أحب فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ قال لا. قال قم فأخبره، ايش دخلني تقول لي، قم فأخبره، روح قل له. الحب في القلب كالعطر في زجاجته، لا قيمة له إلا عند انتشاره. لا تجعل صدورنا، لا تكن صدورنا قبور لأجمل الشعور، ولا تسكب عبرات الحب إلا في المستشفيات وفي المقابر. الوالدة كانت تنظر إلي أنا وأخوي الكبير، أنا أقول لأخوي رح ود أمي، وهو يقول رح ودها أنت، أنا أقول أنا مشغول وهو يقول أنا مشغول، أنت الصغير رح ودها، أقول له أنت كبير وفاضي، وأمي تناظرنا كذا. بعدين قالتني عيالي اللي ما يخدمني وأنا حية إذا مت لا يبتسي علي. الحب ليس ادعاء، الحب أفعال، الحب ليس جفاء، الحب مشاعر، كلام تثبته الأفعال. إذا في خاطرك شيء عبر. إحنا مش سيئين في التعبير في المشاعر، لا، الشعور عبارة عن ماذا؟ الحب عبارة عن شعور وتعبير، القصور دائما يكون في نوعية هذا التعبير. أنا الآن لم نعتد على مسألة التعبير. أنا واحد من الناس اللي ما تعرفت على والدي كصديق إلا وعمري 23 سنة. أول كان أبوي بالنسبة لي هو وزير المالية بس، أجي أخذ منه فلوس وانتهينا. طيب كيف تشكلت العلاقة؟ أنا دخلت في سلك التعليم ووالدي كان في سلك التعليم، فنشأت الاهتمامات المتشابهة، فبديت أحضر، بديت ربع أبوي والله رهيبين، والله يقولون نكت، والله أبوي ظريف، ويسوون مقالب في بعض. تخيل يما أبوي يوزي نعال فلان وفلان، يسوي كذا ويحط حبحر في مكان أكل أبوي، أنا شفت بعيني أمك، إيه هذا أبوي. هكذا تعرفت على والدي، ووالله 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 أن أقرب الناس إلي كصديق اليوم أبوي، في مشاعري معه وضحكي وحتى مقالبنا مع بعضنا البعض كيف انبنت، مع أن أبوي زي كثير من آبائنا هو في حواجز. حتى لما بكلمكم عن فكرة، مثلا فكرة الملامسة الجسدية، لما كنت أهمزة كان يقول لي وخر عني لا تلمسني، والآن لا يلمسه إلا أنا من أبنائه. خلاص احنا نحتاج جرأة شوي في المشاعر، نحتاج الى تمتينها الى علاجها، اذا احنا اصحاب شهادات واصحاب وعي واصحاب فهم، ثم نكرر اخطاء من كان قبلنا، ما الذي استفدناه؟ اذا هذا العلم هو حجة علينا وليس حجة لنا. لاحظوا الان لو اتاك موظف، بس عشان نفهم الان فكرة فلسفة التسطيح والتعمير، جاءك موظف يقول هذا الان المشروع تأخرت فيه وما كملته لأن عندي بنتي أمس وديتها المستوصف 1 2 3 4. هذا الموقف الآن، إذا أردت أن تعمق العلاقة قل له اتركنا من المشروع، شلون بنيتك الآن؟ كيف أمورها؟ وش صار عليها؟ ثم ينتهي المشهد الجميل بهذه الطريقة، ثم يغادر، ثم ترسل له رسالة، هذا رقم واحد كلمت لك استشاري في الموضوع الفلاني، ترى يقول الله يحييه وأنا حجزت لك كذا كذا كذا. ثم بعد يوم آخر تسأله وش صار على البنت، ويوم ثالث ورابع أنت بهذه الطريقة ضربت أطنابا من العلاقة العميقة مع هذا الرجل، وأسرت قلبه في المواقف والأزمات. وتستطيع إذا رغبت بوعيك وليس بجهلك وحاشاك، بوعيك أن تسطح العلاقة لأي سبب كان، فإنه إذا أتاك وأخبرك أن هذا هو المشروع وأن بنتي فيها 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 فيها، أنك تقول له إن شاء الله ما تشوف شر، متى بتخلص لي المشروع؟ وبذلك رفعت العلاقة إلى مستوى الحقائق. أراد هو أن ينزلها إلى مستوى المشاعر، فبوعيك رفعتها على مستوى الحقائق. هذا ليس خطأ،
خطأ إذا كان بدون قصد، خطأ إذا كان في العلاقة الخاطئة. أما في العلاقات إذا أردت أن تسطح بوعي سطح، وإذا أردت أن تعمق عمق. لن تكون مجبرا أنت من يقود سياسة العلاقة، ليس الطرف الآخر هو من يقودك.